عملنا الكريز اللي هو هتعتبروه مربى، هتعتبروه صوص، هتعتبروه حشوه، يمشي الثلاث حاجات اهو. عملناه ازاي؟ كريز وسكر وجيلاتين بودره مع ميه سخنه اهو، وهنسيبه لحد ما يستوي. اللي هو هيبقى ده اللي هو هنستخدمه احنا دلوقتي في البراونيز. عشان نعمل البراونيز هنمشي بخطوات محددة تركزوا معانا فيها، علشان اللي حابب يفصل الوصفات بعد كده. دول مقدار البراونيز العادي خالص، يعني ممكن تعملوه براونيز بس. احنا هنزود له طبقة من التشيز كيك بطعم الكريز، فده كريز نفس اللي احنا عاملينه على النار، لكن انا كنت عايزاه يبقى هادي ما يبقاش سخن، فعملته قبل الهواء. فعندنا هنا كريز مع سكر مع جيلاتين بودره وميه سخنه، نفس اللي احنا عملناه على النار بالظبط، بس هادي مش سخن. بعد كده للبراونيز عندي كوبايه زبده في درجه حراره الغرفه، كوبايتين سكر عايره بنفس الكوبايه، تلات ارباع كوبايه من الكاكاو الخام مش المسكر، معلقتين صغيرين من الفانيليا سايله او بودره، اربع بيضات، كوبايه ونص من الدقيق الابيض، نص معلقه صغيره من الملح. دي طبقه البراونيز اللي ممكن تعملوها براونيز بس. بعد كده عندي الطبقه الثانيه هتكون عباره عن طبقه تشيز كيك، فهنستخدم لها 250 جرام من الجبنه الكريمي، مش الجبنه المطبوخه، مش الجبنه اللي بطعم، مش الكوبايات، مش مملحه. نص كوبايه من السكر، بيضه، نص معلقه من الفانيليا، وحشوه الكريز اللي احنا اوريدي جهزناها اللي هي كريز وسكر وعصره ليمون مع الجيلاتين والميه. فانا ممكن بقى احط عصره الليمون دلوقتي اهو، عشان دي اخر غلوه، فاقوم منزله كده عصره الليمون هنا. تمام، اوكي اوكي. حشوه الكريز شغاله عندنا على النار كويس جدا اهو، وانا وطيت لها النار شويه، والفراخ شغاله تمام. تعالوا بقى نشتغل احنا في البراونيز. قبل ما اشتغل معايا صينيه عليها ورق زبده، وده اساسي، يعني ما تفكروش تعملوا الوصفه دي من غير ورق زبده. البراونيز اساسي جدا معاه ورق الزبده، فحطينا هنا صينيه فيها ورق زبده، ويفضل تكون الصينيه المتعارف عليها لشكل البراونيز، لكن لو مش موجوده يبقى اي صينيه ما فيش مشكله. تمام، هنبتدي دلوقتي نجهز الحشوه بتاعه التشيز كيك او الطبقه بتاعه التشيز كيك. هجيب ويسك، هحط هنا سكر، فانيليا، بيضة، هضرب الكلام ده كويس جدا، السكر مع الفانيليا مع البيضة، اختلطوا كويس جدا. هنزل عليهم الجبنة الكريمي وتكون في درجة حرارة الغرفة عشان ما تغلبناش في الضرب، واضرب الكلام ده كويس جدا لحد ما يبقى ناعم خالص وما فيهوش اي تكتلات. هديله معلقة من حشوة الكريز وهضرب مع بعضه تاني. يبقى أنا كده عندي طبقة التشيز كيك وعندي طبقة حشوة الكريز أو مربة الكريز. تعالوا بقى نجهز البراونيز. عشان نجهز البراونيز عندي بولة هحط فيها الدقيق، عليه رشة الملح، عليهم الكاكاو الخام، وهقلب ده كويس جدا لحد ما يختلط مع بعضه من غير ما يكون كل مكون باين كده. انا عايزه كله مخلوط مع بعضه، الدقيق مع الكاكاو مع رشه الملح اهو، اختلطوا كويس قوي. نحط هنا الزبده معاها السكر، هقفل.
هشغل ايه؟ مش زي الكيك يا دوبك يختلطوا، انا مش عايزه هوا كتير جوه البراونيز، وهم بيختلطوا هبتدي افصل انا اكسر انا البيض واحط عليه الفانيليا. هحط الفانيليا على البيض وانزلهم هنا على الزبدة والسكر. اختلطوا كويس قوي، اقوم منزلة عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الدقيق مع رشة الملح مع الكاكاو الخام، وهنا بقى يا دوبك هخلط خلطة سريعة بحيث بس يختلطوا مع بعض من غير ما ادخل هوا كتير. من عوامل نجاح البراونيز ان انا ما ادخلش فيها هوا كتير، ما اخلطهاش زياده عن اللزوم، تكون تقيله، القوام بتاعها يكون تقيل زي ما هتشوفوا دلوقتي كده، تكون سمكها مش كبير قوي، السمك يكون بالكتير 2 سنتي، درجة الحرارة بتاعة الفرن تكون عالية، مدة الخبز بتاعة البراونيز تكون قليلة. دي عوامل نجاح البراونيز عشان ما تطلعش معانا كيك. هاخد المقدار هنا بتاع البراونيز هنزله في الصينية، هسويه كويس جدا، وعشان اسويه اسهل طريقه لتسويه البراونيز في الصينيه ان احنا ممكن جلافز يا شباب، ناخد ميه في ايدينا ونبتدي ايه نساوي البراونيز اللي عندنا بالطريقه دي سوا واحد، سمك بقى سنتي ونص 2 سنتي حاجه كده في الايه في الحدود دي، مش عايزين اكتر من كده. انا هقوم منزله من التشيز كيك ومن حشوة الكريز، فهعمل ايه؟ عندي هنا اهي براونيز وبعدين تشيز كيك بالكريز وبعدين حشوة وبعدين براونيز وبعدين حشوة كريز، فاهمين؟ يعني ايه اهو براونيز حشوة تشيز كيك براونيز حشوة كريز بس من غير تشيز كيك براونيز وهكذا بقى. ابتدي بقى احط ايه بالطريقه دي كده بقى ايه عكس عكاس كمان اهو وارص كده وبعدين اجي الناحيه التانية اقوم عامله كده، فبقت كمان بصوا عكس عكاس براونيز تشيز كيك تشيز كيك كده عكس بعكس، واخده الكلام ده كله مدخلاه في بعضه. هوريكوا ازاي حالا، خلص بس الكميه كلها عشان حرام ما بوصلش طبعا بالسكينه لاخر الصينيه عشان مش عايزه اقطع الورق بتاع الزبده، واما احس ان انا دخلت كل ده في بعضه ووزعته كده هقوم مدخله دي على الفرن. درجة حرارته ايه بقى؟ درجة حرارته 200 مش 180 زي الكيك، مدة قد ايه؟ 10 دقايق تطلع لازم تبقى طرية، التشيز كيك لازم تبقى طرية والبراونيز لازم تبقى طرية، ده في العادي من غير ما يتحطوا على بعض عشان يبقى الوصفة ناجحة. فهدخله الرف اللي في النص، درجة الحرارة 200 مشغلاه من قبلها بربع ساعة، تحت بس اللي شغال مش عايزة شواية شغالة لمدة 10 دقايق، أطلعه وهو طري أسيبه جوه الصينية لحد ما يبرد تماما وبعدين أبتدي أقطعه. تمام؟ أدي يا جماعة الرف اللي في النص والفرن محقق درجة الحرارة، هقفل أظبط درجة الحرارة 200 حاضر، وتحت بس اللي شغال.